الاجابات في المكان، ولكن كنشكروا وكنشكروا حتى السي كان هذا اللقاء مع المدربين. كنا درنا احتمال ديال انه ممكن تكون الامطار، واختارينا باش نجيو لهاد القاعه وجينا بهاد الطريقه هذه يعني في واحد العجاله كبيره. مستقبلا ان شاء الله غادي تكون الامور متاكدين داكشي هذا شي اكثر، وكنعتذروا للسيد المدرب خدينا اكثر من تعتذر لكم على وكنشكروا السي اصابر اللي هو عضو في